مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم، برحب بيكم في كل مكان مشاهدي قناة النادي الأهلي في جميع أنحاء العالم. مساء الخير. مفيش شك زي ما كابتن هاني قال كده إنه الأهلي ده سر فرحتنا. أكيد طبعا المزاج بيكون مظبوط والنفسية بيكون عالية جدا لما فريقنا بيكسب زي ما حصل كده في مباراتي الوداد، والحمد لله اتأهلنا لنهائي البطولة. عايز أتكلم في حاجة أعتقد أنها في غاية الأهمية من وجهة نظري. الأولى هي أننا على نفس النهج. كلامي ده موجه لجماهير النادي الأهلي الواعية اللي بتفهم اللي بتآزر فريقنا في كل ظرف. مش عايزين نبالغ في فرحة الفوز على الوداد وبلاش نتخيل ان الامور اصبحت سهلة، لا خالص خالص، بالعكس لسه بينتظرنا 90 دقيقة من نار زي ما بيقولوا، 90 دقيقة ما فيهاش اي هزار. انا عارفة ومتأكدة ان كل لاعيبة الاهلي ان شاء الله رجالة عارفين كويس قوي أهمية الفوز بهذا اللقب الإفريقي وإسعاد الجماهير. مباراة يعني مباراة النهائي محتاجة إن احنا يعني نوقف احتفالات دلوقتي ويبقى في دعم إيجابي ومساندة إيجابية للفريق الكروي قبل ميعادنا إن شاء الله يوم 6 نوفمبر اللي جاي. كلنا إن شاء الله وراء فرقتنا وراء لاعبتنا ومدربنا موسيماني اللي بصراحة كلنا متفائلين بيه. فعلا الفريق أداؤه في يعني تطور بشكل كبير جدا وبتحسن كبير مباراة بعد التانية، إن شاء الله يسعدونا وهي دي تبقى نهاية المشوار الكبير.